توصلت الهند إلى اكتشاف كبير قد يقودها إلى الواجهة، وقد تستطيع بسببه منافسة القوى الكبرى، بل ويضعها على الخريطة العالمية في عالم التصنيع والتكنولوجيا. عن ماذا نتحدث يا ترى؟ احتياطات الليثيوم. فقد أعلنت الحكومة الهندية مؤخراً اكتشاف حوالي 6 ملايين طن من هذا المعدن الثمين في ولاية جامو وكشمير. ولكن كيف نحتاجه في حياتنا اليومية؟ يعد الليثيوم عنصراً نادراً ومكوناً رئيسياً في البطاريات القابلة لإعادة الشحن، والتي بدورها تشغل العديد من الأجهزة مثل الهواتف الذكية والكمبيوترات وحتى السيارات الكهربائية. وبسبب هذه الاستخدامات المتنوعة يزداد الطلب على الليثيوم عالمياً يوماً بعد يوم. حتى هذا الاكتشاف الكبير اعتمدت الهند على دول أخرى مثل أستراليا والأرجنتين وتشيلي في واردات الليثيوم، ولكن الآن يتوقع الخبراء أن تحقق الهند الاكتفاء الذاتي في هذا المجال، ما يجعلها أقرب بكثير في سعيها لأن تصبح رائداً صناعياً عالمياً. قد تتساءل، هل ممكن أن تصل الهند سريعاً لمبتغاها؟ اكتشاف الليثيوم شيء واستخراجه شيء آخر، وذلك بسبب العمليات المعقدة المرتبطة بالاستخراج والتكرير والاستثمارات الكبيرة اللازمة في البنية التحتية. كل هذا يدفع الخبراء للاعتقاد بأن الهند قد تضطر للاعتماد على واردات الليثيوم لبضع سنوات أخرى على الأقل قبل أن تبدأ استخراجه بنفسها. بالإضافة إلى ذلك، الأمر لا يخلو من التحديات البيئية، فالعنصر يستخرج عادة من الصخور الصلبة في الأرض وخزانات المياه المالحة الجوفية، وبعد ذلك تتم معالجته باستخدام الوقود الأحفوري الذي يطلق كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. لذلك يرى المحللون أنه إذا أرادت الهند استخراج واستخدام الليثيوم، فستحتاج الحكومة إلى اتخاذ تدابير معينة لضمان عدم التأثير سلباً على البيئة. يا ترى، هل قد تتنافس الهند مع الصين في هذا المجال؟ على الرغم من امتلاك الصين لاحتياطات قليلة من الليثيوم، إلا أن تقديرات شركة بريتش بتروليوم تشير إلى امتلاك الدولة 60% من قدرة العالم على معالجة وتكرير الليثيوم، حتى إن شركة صينية ربحت صفقة بقيمة $1 مليار في شهر يناير الماضي لاستخراج الليثيوم من احتياطات بوليفيا الضخمة، وهي الأكبر عالمياً. ولكن من قد يدعم الهند في هدفها هي أمريكا، فقد قالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموند في فبراير إن الولايات المتحدة تدرس التعاون مع الهند في عدد من مجالات التصنيع من أجل تعزيز المنافسة الاقتصادية ضد الصين. برأيك، هل سيزيد هذا الاكتشاف ودعم الولايات المتحدة له من حدة التوتر بين الصين والهند؟ إذا أعجبك الفيديو وتود مشاهدة المزيد منه، لا تنسى أن تعمل فولو، سبسكرايب، لايك وتفعل الإشعارات.